بعد خبر الطلاق، أول ردة فعل لتامر حسني بعد الضجة التي عرفها هذا الموضوع. فبعد أن أعلنت المغربية بسمة بوسيل خبر طلاقها من تامر حسني بعد 8 سنوات من الزواج الذي أثمر عن 3 أطفال، وقد أكدت بسمة الخبر عبر سطور حسابها على الانستغرام، حيث دعت كل من يرسل لها صور وفيديوهات تامر حسني أن يكف عن ذلك لأنهما انفصلا وهما الآن يحضران لمعاملات الطلاق. وقد كانت أول ردة فعل لتامر حسني هو إلغاء متابعة زوجته بسمة بوسيل على الانستغرام بعد إعلانها الانفصال عنه. كما وقد كتب تامر حسني تدوينة قال فيها: ألف سلامة، طريقك وردي، وقتك عدى، وقتك فات. إلا أن المثير للانتباه هو أن بسمة بوسيل بعد دقائق من نشرها لخبر انفصالها عن تامر حسني تراجعت وحذفت ستوري الخاص بتجهيز أوراق طلاقها من زوجها، وذلك بعد نشرها لها عبر موقع الصور الشهير الانستغرام. وما جعل الشكوك تحوم حول هذا الموضوع، فمنهم من قال بأن هذا فقط تمثيلية للترويج لعمل تامر حسني الجديد، خاصة وأن بسمة ظهرت مؤخرا مع تامر حسني أثناء احتفاله بصدور إحدى أغنيات ألبومه، وكذلك عند احتفاله بعيد ميلاده، حيث أهدته بسمة هدية رفيعة بكل رومانسية تعبيرا عن حبها له. وقد عبرت جليلة المغربية والحبيبة السابقة للفنان المصري تامر حسني عن سعادتها عقب سماعها خبر سهر على حد تعبيرها، تزامنا مع إعلان مواطنتها الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها. ونشرت جليلة عدة مقاطع فيديو عبر خاصية ستوري على الانستغرام وهي تزغرد وترقص فرحا على أنغام أغنية الليلة حلوة الليلة عيد والكل جاي فرحان سعيد، وعلقت احتفالات جليلة: جليلة فرحانة جدا جدا. وتابعت جليلة: مساء الجمال، مساء الأخبار الحلوة، كنت قاعدة في البيت وسمعت خبر حلو، حسيت إني فرحانة وعايزة أحط مكياج وألبس واحتفل. وتابعت جليلة قائلة: ربنا يرزقكم ربع فرحتي، نفسي أبوس سنة 2020 بسبب هذا اليوم السعيد والجميل، وما فيش أغنية أحلى دلوقتي من بشرة خير. والجدير بالذكر هو أن قبل عامين هددت جليلة مواطنتها بسمة بوسيل وأكدت لها أنها تمتلك رسائل من زوجها تامر حسني.